اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج كلمه فصفى. زي ما بدانا بالفيديو الجميل اللي احنا عرضناه حالا عن المركز اللي معانا او عن المركز اللي مديرته مشرفانا النهارده في حلقتنا. طبعا انا بس حابة اعرف حاجه من خلال الفيديو. هو الفيديو بيتكلم عن مراحل فترات للعلاج اللي كان ماشي عليها الاطفال اللي هم من ضمن الحقيقه ومن ضمن المركز. وبرضو مش عايزه اتكلم على الفيديو كتير غير لما ارحب بضيفتي وضيفه حلقتنا النهارده. معانا مديره مركز ابداع للطفوله. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طبعا استاذه، قبل ما اتكلم عن الاسئله اللي حابه اسالها النهارده عن الاطفال، حابه برضو اقول ان حضرتك استاذه فيروز السيد راضي. تمام. استاذه فيروز حاصله على الشهاده الامريكيه من الجامعه الامريكيه، وحاصله على العديد من الشهادات. بصرف النظر انا مش هقدر اقول الشهادات ما شاء الله اللي هي اخذتها كمان في المواضيع اللي تخص بالمركز وتخص مرضى التوحد وتخص التعليم. هي حاصله برضو على دبلومه رياض اطفال من سلطنه عمان. مظبوط كده استاذه فيروز؟ استاذه فيروز، قبل ما ادخل في الاطفال وقبل ما ادخل في مواضيع المركز، انا برضو حابه من حضرتك تعرفي مشاهدينا بشكل اوضح عن حضرتك. يمكن انا ما عرفتش برضو اديكي حقك في التقديم كشهادات، دي حاجه. تاني حاجه، حابه برضو من حضرتك تقولي لي قبل ما ادخل برضو في موضوعي، ايه العامل النفسي اللي خلى حضرتك اتجهتي للمهنه دي؟ في البداية الحمد لله، أنا الله رزقني بطفلين توحد. الكبير عمره 10 سنوات، الصغير 4 سنوات. حسين. ربنا يخليهم. الله يكرمك. ففي بداية الأمر أنا عرفت أنه ابني الكبير توحد، عرفت من عمره كان 3 سنوات. وقتها أنا كنت يعني سني صغير جدا، يعني أن أنا معرفش حاجة عن التوحد، يعني إيه توحد. وفي ناس كتير في نفس موقفك، اللي هو السن الصغير ما بيعرفش الام ابنها كمريض توحد او طفل نورمان او اب نورمان، صح؟ ما بتعرفش طبعا في البدايه، لانه عندنا مثل شعبي بيقول هو هيتكلم بعد سنه بعد 2، سيبيه براحته هو هيتكلم. عوامل كتيره جدا ما تخليش الام بتعرف، وما فيش وعي ثقافي كتير بالنسبه للامهات، خصوصا الامهات بيكونوا صغيرين في السن والله بيرزقها بطفل مريض. طبيعه مرض التوحد ما بيتعرفش، خصوصا ان الطفل ما بيكونش باين عليه علامات المرض، يعني ما بتكونش يعني ملامحه ما شاء الله بتكون حلوه، بيتصفوا بالجمال اساسا يعني، خصوصا مرضى التوحد. تعالي احنا اما اطفال تانية مثلا متلازمه داون، فبتبقى باينه واضح ان الطفل متلازمة داون او الامراض التانية كتير. لكن التوحد المرض الوحيد اللي ما بنعرفش ان هو توحد غير لما نكتشف انه ما عندوش تواصل، ما عندوش لغة. طيب. فهنا بنعرف انه هو عنده توحد. بدون قطع كلام حضرتك، بس نطلع فاصل ونرجع تاني بعد اذنك استاذ محمد عشان نحضر بس الصور والفيديوهات بطريقة مظبوطة. رجعنا لكم بعد الفاصل. استاذه فيروز، قولي لي، كنا قبل ما نطلع فاصل كنا بنتكلم على اختيار حضرتك للمهنه دي. كلميني شويه عن الموضوع ده، وعايزه برضو اتكلم عن حاجات تانية عن الاطفال. اتفضلي. اخترت المهنه دي بدايه على لانه عندي رحله علاج طويله في كل مكان، مراحل العلاج. كنت بتلاقي صعوبات مع اولادك في ان هم يستجيبوا للعلاج مع مراكز تانية او كده؟ مش بس مراكز، دكاتره مخ واعصاب، دكاتره اللي هي بروتوكول دام،
دوت بيشتغلوا مع بالاكسجين المضغوط. طبعا ابني تعرض للاكسجين المضغوط اكتر من مره وهو مش بحاجه ده. مش بحاجه، مجرد انه انت عندك طفل ومش عارفه طبيعه مرضه ايه، فبتضطري تلفي لفه كبيره كده مع الدكاتره، وكل دكتور بيقول لك وصفه شكل، وكل دكتور بيديكي علاج شكل، وانت كأم ما عندكيش خبره الكافيه، فبالتالي بتضطري تدي ابنك مهدئات، لانه طبعا فرط حركه وعدم ادراك المخاطر، ما عندوش تواصل، صراخ. ممكن نحن اهالي اطفال التوحد بالتحديد، التوحد تقدري ممكن تقعدي اسبوع كامل من غير ما تنامي. طيب لما عندهم ارق في النوم كتير، بيواجهوا مشاكل في كل حاجه. طيب في كل شيء استاذه فيروز، ده من الناحيه الشخصيه، ان انت كأم يعني مش عايزه اقول اتواجهتي بده، بس عايزه اقول اني جربتي، فعشان كده ساعتي ان انت تكوني سبب من اسباب انك تشفي اطفال زي كده، برغم ان في بالفعل معاكي تجربه حقيقيه انت عايشاها، صح كده؟ طيب بالنسبه للمركز اللي حضرتك قررتي ان انت من جامعه امريكيه لدراسه تربيه خاصه، اطفال تربيه خاصه، بدأتي ان انت بتدرسي وبتكملي ان انت عايزه توصلي للدكتوراه بسبب حاجه زي كده. بالظبط. المركز عند حضرتك في اطفال نورمال واطفال اب نورمال، صح كده؟ ازاي بتتعاملي مع ده، وازاي بتدمجيهم مع بعض لفتره علاجيه، او بيكون من وجهه نظرك ليه؟ بدايه فكره ان ننفذ مشروع المركز، اكيد في البدايه واجهت صعوبات كتيره جدا واعباء ماليه اكتر. كونت فريق عمل اللي هم اشتغلوا مع اولادي، خصوصا ابني الكبير عمره دلوقتي 10 سنوات، فانا عندي الخبره الكافيه في اختيار الاخصائي اللي يقدر يعمل يجيب نتيجه مع ابني، والاخصائي اللي ما يقدرش يجيب نتيجه. ومن خلال دراستي في الموضوع عرفت ان في موضوع انساني قبل ما يكون مادي، فهو انسانيا ان انت تحتوي الاطفال دي واهاليهم من الناحيه الانسانيه. من الناحيه الانسانيه خصوصا ان احنا اهالي الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بصفه عامه محتاجين لحنان، محتاجين لاحتواء، لان الام بتواجه صعوبات من المجتمع، ابنها بيلاقي رفض حتى من اخواته، حتى اوقات الاب كمان، اوقات الاقارب، ان هم بيكون في عبء على مش عبء، هم ليهم حق في الدوله وليهم حق في اهلهم وليهم حق في مساعده ناس كتير، انا قصدي ان هم ليهم العائله بيكون ليها دور في فتره العلاج. اكيد طبعا المركز مش كل شيء، على المركز 40% والبيت 60%. طيب لابد ان الام تكون مثقفه، فاهمه طبيعه مرض ابنها، ومتقبله المرض كمان، ان هو ابنها فعلا مختلف عن الاطفال العاديين. اغلب الحضانات بترفض ان هي تساعد طفل زي ده، تقول لك لا هو بيضرب الاطفال، هو بيكسر، هو بيعمل، هو مش هينفع. ولو حتى وديتيه حضانه وفي حضانه قبلته، فبتضطر المصاريف تكون الدبل، مش زي الطفل العادي. وده قليل جدا، انه بتهيالي في ناس كتير واخدينها كراس مال، او ان هي تكوني حتى مدارس غاليه او اماكن غاليه، وبتضطر ان هي ما بتقدرش تتعامل مع الاطفال اللي بالشكل ده، فبتخليه في ركن لوحده وخلاص، هو متوحد، هو لوحده، فده بتسوء حاله الطفل. اما نحن كمركز الحمد لله الله اكرمني بتكوين فريق عمل متخصص. انا عايزه اقول لحضرتك انا خدت بعض الصور من على المركز، حبيت بس اعرضها عشان احنا هنقول متطلبات حضرتك اكيد هتقوليها لذوي الاحتياجات الخاصه، محتاجين ده من الدوله، عايزين نعمله، فانا خدت الصور دي وبالفعل اتعرضت من خلال الحلقه النهارده. وعايزه برضو اسال حضرتك، كلميني مثلا عن متطلبات حضرتك من الدوله، من المجتمع، من الاهالي، من الناس في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه. من المجتمع كله تقبل الطفل المختلف،
الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني أنا مش معقول أروح الألعاب بابني ويقولوا لي اطلعي بره بابنك، أصل ابنك هايبر أكتر. تمام، مش معقول أنت كأم ما عندكيش طفل مختلف أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدوب لمس بنتك أو لمس ابنك فأنت تعملي مشكلة معايا. الأهالي دي يا جماعة محتاجة لحنان، محتاجة لاحتواء. يعني في طبعا أهالي بتخبي أولادها في البيت، ما بتقدرش إن هي توديها مركز أو توديه مكان متخصص، خصوصا إن في مصر ما شاء الله في أماكن كتيرة جدا فيها جلسات تخاطب تعديل سلوك لكن في مشكلة عندنا كتير بنواجهها إن دكاترة مخ وأعصاب كتير السعر بتاعهم غالي جدا، بيوصل لألف وألف ونص وبالحجز والطريق طويل. فأنا حابة أنه حتى دكاترة مخ وأعصاب المتواجدين حوالين المركز أنهم يعملوا حتى تخفيض للأطفال المتواجدة عندنا. بس خصوصا أستاذ أحمد أو أستاذ تامر بعد إذنكم عايزين بس الفيديوهات معانا، كلميني طيب يا أستاذة فيروز عن حالة حسين دلوقتي، وكانت قبل كده إيه ودلوقتي بقت إيه؟ حسين تم التشخيص توحد شديد في عمر كان سنتين، قال لك جين وراثي لان اخوه الكبير عنده توحد. فانا لما طبعا تقبلت اول ما عرفت بالموضوع فاكيد صدمت بالبدايه، لكني مش هينفع افضل مصدومه كتير كده، مش هنفعه، لازم اكون اقوى. واجهت طبعا تحديات كتيره جدا عشان انا اتفرغ له، درست بقى في الموضوع بتمكن بحيث ان انا ما اديلوش حاجه غلط، والتدريب ثم التدريب ثم التدريب. طب كلميني عن الفيديو دوت لحسين ده يا استاذه فيروز. تمام، دي فتره العلاج. تمام، دي جلسه تواصل بصري مع اخصائي استاذ احمد سلامه، من طبعا هو برضو ما شاء الله عليه من الاخصائيين الاكتف قوي، بيقدر يشتغل مع الاطفال نشاط حركي، لان عندي كتير اطفال حاساه بيستجيب. يا استاذه فايزه معاكي؟ بيستجيب طبعا، ايوه. ومش بس حسين، اطفال كتير هنا عندك نشاط حركي للاطفال، في ثلاث اطفال متواجدين في هم دول نورمال واب نورمال؟ نو نو دول اب نورمال، بس فيهم ثلاث حالات شلل دماغي. الثلاث حالات دول اخوات. تمام، وهم حالتهم جدا شديده، وهم اول مكان يحتويهم هو مركزنا، لانه كل المراكز رفضتهم لانه ما عندهمش دعم مالي. تمام، هم ايتام طبعا، فانا طبعا دخلتهم المكان. لا بس معلش يا استاذه فيروز، حضرتك بتقولي دخلتهم المكان، طب هم لاقوا ايد تحتوي ده؟ تمام، ايه المتطلبات اللي حضرتك بتطلبيها من الدوله توفر للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، شلل دماغي، التوحد، التخاطب، لان حالاتهم بتبقى متشابهه؟ مظبوط، انا كمركز ساهمت بانه احتوي الاطفال دي من دون دخل شهري. تمام، وعندي طبعا كادر اخصائيين كله بيشتغل، كلهم الحمد لله كلنا شباب مع بعض، عملنا جروب، كوننا فريق، وفي حتى منهم عندي اخصائيه استاذه هند ابو سعود، دي من كفر الشيخ يعني جايه من محافظه، عندي استاذه حسنه دي من بنها. متهيألي المركز فيه برضو شيف، شيف الشيف المسؤول عن وجبات الاطفال، هي يمنيه وعندها طفلين احتياجات خاصة، الكبير داون والصغير توحد، فهي أم. يعني أنت بتهيالي نظرتك أن أنت بتجيبي أن معظم الناس اللي مع حضرتك بيبقوا محتاجين أن أولادهم يخشوا بالمرة، يبقى ممارسة وفي نفس الوقت مساعدة وفي نفس الوقت عشان الأولاد، مشاركة أولياء الأمور، مشاركة الأمهات اللي عندهم أطفال بنفس الحالة، لأن هم كما يجب يعني كما تحبي ان يعامل اولادك عاملي اولاد الناس. صح. طيب نصائح سريعه كده لحضرتك لاولياء الامور او للمجتمع من ناحيتنا للاطفال دي، نصيحه لحضرتك ايه؟ تقبلوا اختلافهم، الاطفال دي بيتم تدريبها
وبتكون عضو فعال جدا وشخص فعال جدا في المجتمع. يعني نحن ما نهمشهمش، نحن قادرين نصنع منهم أبطال. عندي أطفال ما شاء الله عندهم الرسم، يعني لما يشوفوا الرسمة أي شيء، يعني طفل شاف الأهرامات رسمها بكل تفصيلة فيها، بكل تفصيلة. يمكن انت يمكن تشوفي الشيء تتفكري ان انت وريني كده رسمه او نشاط كده سريعا كده. النشاط ده بتاع طفل متلازمة داون. زي ما استاذه حضرتك ادي وشي للكاميرا بس عشان نشوف النشاط اللي عمله. تمام الكاميرا بتاعت حضرتك، الكاميرا هنا بعد اذنك يا استاذه فيروز. تمام انا بس حابه اوضح ان هم لا بيفكروا ما شاء الله بيركزوا. ارفعيها بعد اذنك يا استاذه فيروز. لا ايوه كده تمام. ده من نشاط لطفل من ذو الاعاقه. مظبوط كده، يعني ما شاء الله قدر ان هو يعمل نشاط بالظبط. يعني هو محتاج الطريقه اللي بيتعامل بالظبط كده، محتاج اخصائي شاطر يشتغل معاه. اولا يشتغل، ودي برضو انشطه، ودي انشطه، دي ده كوبايه اطفال هي اللي عاملاها، اطفال من ذوي الاحتياجات. بس نشاط، نفذ، ركب هنا، حط هنا، اعمل هنا، امسك المسدس. كمان تقويه العضلات الايد كويس، والمعرفة الالوان وتنسيقها، تنسيق الالوان. كمان بنشتغل عليهم على الرعايه الذاتيه، دي من اكتر مشاكل الامهات اللي بتواجهها، انها ما بتعرفش تتعامل مع ابنها، دايما بيستخدموا العنف معاهم. طيب وللاسف وقت حلقه خلص استاذه فيروز، وان شاء الله ان شاء الله اكيد هيبقى لينا شرف اللقاء بحضرتك تاني، ونتكلم بشكل اوضح عن بعض المتطلبات، ونتكلم عن مرضى الشلل الدماغي، لان برضو بيكون في طرق معينة المفروض ان احنا بنوجه فيها ده. بس حاجة صغيرة بس، حضرتك بتعملي ده في المركز، ان انت بتخلي بتعملي يوم اجتماعي لأولياء الأمور وبتوجهيهم، صح كده؟ من ضمن الصور اللي خدناها. كل شهر بيكون عندي ورشة عمل في المركز، إرشاد أسري للأهالي وتوعية للأهالي المحيطة، والدمج بيكون دمج جزئي مش دمج كلي للأطفال النورمال والأبنورمال. بيتم الدمج بالتدريج لحد ما الطفل ان شاء الله يوصل للمدرسه ان شاء الله باذن الله. واكيد بحضرتك وبسعي اللي زي حضرتك واللي بيسعى لده، لان انت عشتي التجربه ومش حابه اي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. للاسف وقت حلقتي خلص، وبحب اشكر مشاهديني ومتابعيني. وحابه بس ان الفكره اللي كانت قايمه على الحلقه دي، ان احنا بس بنطلب تصريح من الشؤون الاجتماعيه بالموافقه على دمج الاطفال دي في المدارس الحكوميه حتى. للاسف وقت حلقتي خلص، وشرفتيني استاذه فيروز. الى اللقاء الحلقه القادمه، وبشكر كل جروه الصحه والجمال.